السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا مشاهداتنا إلى عدد جديد من برنامج سلي همومك. برنامج سلي همومك برنامج يبث عبر قناته الوطنية تي في. برنامج سلي همومك، إذا عندك قصة باغي تحكيها، أو عندك حكاية باغي ترويها، أو عندك هم من هموم الدنيا. وشعار البرنامج دائما يقول: ما نقولوش عندنا هم كبير، بل نقول لدينا رب كبير ونعم بالله. إذن مشاهدينا اللي حاب يتواصل معنا ويحب يشارك معنا، عندكم رقم الهاتف الموجود أسفل الشاشة، الواتساب، الفايبر، كذلك صفحة البرنامج عبر الفيسبوك سلي همومك. سلي همومك، وهذا الرقم مش للمشاركة معنا عن طريق المباشر، وهو لطرح القضايا، وعليه ما تزبوش مشاهدينا. سنعود بعد الفاصل. يا ربي يا ربي وهذا مكتوب. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا مشاهداتنا إلى برنامج سلي همومك الذي يبث دائما عبر قناة الوطنية تي في. اللي حاب يشارك معنا في البرنامج ما عليه إلا الاتصال على رقم البرنامج، الواتساب، الفايبر، كذلك صفحة البرنامج على الفيسبوك سلي همومك. سلي همومك الرقم الموجود أسفل الشاشة، والرقم هذا ماهوش للمشاركة يعني معنا في البلاطو، وإنما لطرح القضايا، وكان فريق عمل ليختار الموضوع. إذن يشاركني دائما في تنشيط عددي اليوم الأستاذ المستشاري القانوني للبرنامج الأستاذ محمد بوخالفة. مساء الخير أستاذ. مساء النور حسن. شكرا لك وللسادة المشاهدين، وشكرا لك كذلك أستاذي هذا دائما في الدعوة. العفو. إذن مشاهدينا اليوم راح نختلفوا على الأعداد السابقة أستاذ، لأن كما يقولوا لضرورة أحكام. اليوم سنعود بكم مشاهدينا إلى مشاهدتنا إلى يوم الخميس 2 من ماي 2024، وكان البرنامج أعيد عدة مرات يعني عبر القناة. قصة الأخت منال. الأخت منال يتذكروا اللي مرت معنا، اللي عندها زوج وليدات، بنت وولد. الأخت منال اللي عايشة في الشارع ورفقة وليداتها. الأخت منال يعني كما حكيت لنا في البرنامج أنها طلقت، طلقها الزوج نتاعها بعدما أصيبت بمرض وهي بالمستشفى. وعليه من الأحسن ما نطولوش، وخليكم تشاهدوا الفيتيار باش تتذكروا قصة الأخت منال ثم نعود. أنا كنت متزوجة، بعد الزوج تاعي كي كشف بلي عندي المرض، رماني كانت بنتي في كرشي عندي 4 سنين، كرماني ما عنديش وين نروح. يما معاودة زواج، بابا متوفي ويما معاودة زواج، بابا ما عنديش وين نروح. كريت ومن بعد كنا خرجت، مثلا قاعدة لهنا، خطرة في لاروشارس، خطرة في ليشيلي، وكل خطرة وين. أنا كنت عايشة مع الزوج تاعي، كان صح يضربني بصح صابرة، باسكو ما عنديش وين نروح. يما معاودة زواج، وعندي أختي وحدة، أنا ويا أنا وأختي متزوجة، وأنايا أنا شغل اللي تسلقت. كي تسلقت قعدت لهنا برا، كي قعدت لهنا برا شغل ما عنديش وين نروح. راجلي ما مقبلنيش، وش نحكي لك وش نخلي لك. قلت لك تلقني راجلي كي اكتشف عندي المرض، دارت عمليه ودوكا ما حبيتش نعاود نروح، باسكو على عيطوا لي قالوا لي نعاودوك نديك لابوش، ما حبيتش نعاود نروح. وتلقت كي كانت في كرشي بنتي هذيا، راهي دوكا في عمرها 4 سنين، عندي 4 سنين وانا برا، ويما معاوده الزواج ما نقدرش نروح ليها. نروح ليها مين داك ينعيا بزاف، ومين داك نكري، كي خلاص لي الكرا نخرج. نقعد في جامع الرحمه، نقعد في كلوزر، خطره في ريشيليو، خطره في الصون، كل خطره وين. ملي تلقني راجلي وانا لهنايا طلبته على النفقه ما مدهاليش، دوكا راهو في الحبس ما مدليش النفقه، جا ضربني سلكوني غير الغاشي لهنايا. اذا مشاهدنا نتمنى انكم ذكرتوا القصه تاع الاخت منال من الجزائر العاصمه، وتتذكر قصتها اللي مرت معنا. ربما المشاهد الكريم يتساءل لماذا البرنامج، ما نقولش جدو حسن، البرنامج وطاقم البرنامج رجع للقصة تاع الأخت منال. تذكر أستاذ كنا طرحنا طرحت لها سؤال هنا في البلاطو،
وقلت لها لو يتصلوا بك بعض المصالح باش تروحي للمركز، قالت نروح. نعم هكذا قالت نروح، ما فيش مشكل. الحمد لله يا رب العالمين، المصالح المعنية لولاية الجزائر كذلك المديرية الشؤون الاجتماعية لاداس تكفلوا بالبحث عن أخت منال وهي كانت في المستشفى. كما قلت لكم مقبل يعني المشاهد يتساءل على طاقم البرنامج اللي هو كأعاد القصة، لأن وقعت لي اتصالات كثيرة بخصوص القصة نتاعها. هكذا أستاذي، من بين الاتصالات تصلوا بي حتى العائلة نتاعها، العائلة نتاعها، أنا تمنيت أن العائلة نتاعها بعد ما اتصلت بالبرنامج أستاذ مخالفة أنهم يرفضوا الأخت بنتهم اللي هي تتمنى في الشارع اللي هي قاعدة. إذا كانت ولاية الجزائر والمصالح المعنية تكفلت بالقضية نتاعها باش تشوف لها مأوى وش تقعد، تمنينا أن العائلة وخاطب خاصة شقيقتها الأخت ديالها تتصل بيا جدو حسن الطالب، قالت لي الطالب طالب في البرنامج الطالب باش نحو هاد الحصة كاملة نحوها من اليوتيوب، نحوها من اليوتيوب. بصح كي نحوها علاش تتصور يا أستاذ علاش؟ قالت لك خاطر بهدلتنا. كي راهي عايشة برا ما بهدلتهمش. هو السؤال يطرح هذا الشيء اللي كاين للمخلوقة هذه عايشة في الشارع في الشتاء في البرد في أثناء الحصة. قالت لك جات واحد المرأة تسرق لي بنتي، لا تتذكر يا أستاذ داك متذكر في القصة، جاوا سرقوا لها بنتها. يعني أنا نخاطب بالأخت ديالها، ما مش تتدخل يا أستاذ، نخاطب بالأخت ديالها، هذه أختكم هذه ما غادتكمش كراهي في برا، هذه الأخت ديالكم هذه، الوضعية اللي راهي في هذوك الوليدات اللي هم قاعدين معها برا ما غادتكمش، غادتكم. قالت لك بهدلتنا. تبهدل الكبيرة أنها عايشة في الشارع ماشي أنها جزت في الحصة. جدو حسن من المفروض، من المفروض هما يليموا أختهم ما يخليوهاش تبات في الشارع، ولكن للاسف هذا الشيء اللي ربما انا فضلت بعد استشاره مع طاقم البرنامج انها ما تجوزش القصه مرور الكرام. ونشكر المصالح المعنيه اللي تكفلت يعني بالاخت منال. انا حير كذلك اتصلت بي شخصيا، مانيش عارف خوف، كانت متخوفه تقول لك مانيش عارف اتصل بي شخصيا. قالت لي يا جدو عزان الا حبيت نحي لي، لان انا تلقات مشاكل مع من مع العائلة، وخاصة أخدها يا أخت منال إذا أنت راكي في دارك ساكنة، ربي يبارك ويزيد ما حسدناكش بالبركة، وربي يدوب بالمحبة والحنان، وربي تكوني دائما كنتي كل أفراد العائلة تحكم. ولكن الأخت منال وهذوك الأبرياء تاع الأطفال نتاعها اللي هم قاعدين في الشارع اتقوا لها فيها، لهذه المخلوقة هذه راهي قاعدة برا خافوا ربي. هكذا أستاذ إذا كنت تضيف كلام. أحسن وش احنا وش راح نقول لك، هذه من المفروض قبل ما تجي بنتهم الحصة هذه كانوا يليموها ويديروا لها دار وحدها اللي تعيش فيها مع أولادها من المفروض قبل تجي الحصة، ولكن للأسف جات الحصة وزادوا طلبوا أنها تلغى الحصة من اليوتيوب. من اليوتيوب لأن بهدلتنا، بمعنى كراهي في الشارع ماشي بهدلتها. وعليها أنا نقول الحصة تبقى دائما موجودة، وإحنا ما عندنا لا ناقة ولا جمل، ما عندنا حتى مصلحة. لو أن لقينا الحل، لكن الشيء نخاطب الأخت منال من هذا الفضاء أن مديرية الشؤون الاجتماعية بإمكانها أن توفر لك إقامة وين تكوني قاعدة أنت ووليداتك. كي قلتي لي قلتي في البرنامج أنك كنت قاعدة في المركز وفي شاليه كبير وكذا، لكن أن مديرية الشؤون الاجتماعية لاداس تتكفل لك بغرفة وحدك، أقل شيء الوليدات هادو يكونوا في مكان آمن. هكذا الأخت منال والأختها اللي اتصلت والعائلة اللي اتصلوا بطاقم البرنامج بالبرنامج، احنا ما عندنا لا ناقة ولا جمل وما نستناوش باش نديروا الباس. في بعض الأحيان كان بعض القضايا تجازوا في البرنامج وحلينا المواضيع وحلينا الإشكال ديالهم بلا ما تسجلنا البرنامج، والله الذي لا إله طاقم البرنامج يتذكر غير قصة، ماشي قصة ولا زوج حل المشكلة تحل، ما هوش أننا عندنا هدف أننا نديروا الباز ونسبة المشاهدة، لا لا لا. هنا قصة كل طاقم البرنامج ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ربي يجعلها لنا ويجعلها لكم كذلك كل مشاهدينا ولهم يساهموا معنا، ربي يجعلها دائما في ميزان الحسنات. إذا مشاهدينا نعتذر، أنا ربما قلت نعتذر، سمحونا أننا ربما من طاقم البرنامج حتى الضيوف اللي هم حاضرين معنا ربما خدينا لهم من حقهم. إذا مشاهدينا ما تزابوش، أنا أعود بعد الفاصل. يا ربي يا ربي وهذا مكتوب.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا مشاهداتنا إلى عدد جديد من برنامج سلي همومك. ينشط معي دائما عدد أو هذا العدد المستشار القانوني لبرنامج سلي همومك الأستاذ محمد بوخالفة. مساء الخير أستاذ. مساء النور حسن. وشكرا أستاذ، اشتقنا للقائك صديقي. الله يسلمك حسن. لاباس بخير الحمد لله. نشكرك أستاذي على دائما أنك تلبي الدعوة. مرحبا بك أستاذي. شكرا محمد. إذا لكل عدد قصة، لكل عدد حكاية، ولكل عدد هم من هموم الدنيا. قصة عدد اليوم قصة شاب من مواليد 10 فبراير 1996 بزيرالدا. هذا الشاب اللي يبلغ من العمر حاليا حوالي 28 سنة. هذا الشاب في يوم 10 فبراير 1996 جاء إلى هذه الدنيا، جاء مولود، لكن كل واحد كيفاش جاء الدنيا، وكل واحد كيفاش تكون قصته، كل واحد كيفاش تكون حكايته. لكن قصة هذا الشاب ما قدرش أنا نحكيها أنا، لأنني كما يقال المثل فاقد الشيء لا يعطيه. إذن رحبوا بعبد الرؤوف الشايبو. مساء الخير عبد الرؤوف. مساء الله. وشكسة الله غير لك ودراحتك يا عبد الرؤوف. الله مرحبا بك عبد الرؤوف. الله يسلمك بارك الله فيك. وشكرا لك على أنك درت وضعت الثقة في البرنامج. هل على كل حال كما في البداية عبد الرؤوف، أنت زدت في زيرالدا في زيرالدا في 96 96 10 فبراير مانيش غلط 96. عندك الاسم ديالك رؤوف أشايبو، الاسم أشايبو. قبل ما نروحوا للاسم، قبل ما نروحوا للقصة، وش هي قصة عبد الرؤوف؟ قصتي كما يقول لك ماشي ترفع صوتك باش نسمعوك عبد الرؤوف. معليش خذ راحتك، ما تقلقش، مش تعيط، مش تتلوس. لا ارفع صوتك باش نسمعوك عبد الرؤوف. ما فيش مشكل. قصتي ما جابتني، خلاتني الصندوق هذا باش نعرف. يماك جابتك يعني الام ديالك ولداتك في مستشفى ولا في مستشفى زيرالدا؟ في زيرالدا يعني زدت في زيرالدا. زدت في زيرالدا في مستشفى، يعني في مصلحة التوليد الماترنيتي هكذا تاع زيرالدا. خلاتك في يعني تنازلت عليك في المستشفى، ام داتك وبعدها تنازلت عليك؟ المعلومة اللي عندك. انا ما على باليش، تلقيت روحي في الصوت ما على باليش كاع شكون الصوت. تاع اسواس دراريا تاع دراريا ما عرفتش معلومه شكون يماك اللي جابتك للصونت. ما عطاوليش، ما عندي حتى معلومه. بس عندك الاسم تاع الام؟ اه عندي. بما ان النهار اللي زدت الام سجلاتك لا اسمها. على اسمها. وكان واحد القوانين مر معنا قصه يا استاذ محمد، قصه تاع الاطفال او شباب اللي مروا عن طريق مركز اسواس دراريا، اللي هما يعني انسان اطفال الحياه يعني تربوا حسب المعلومه اللي نعرفها، الحياه يعني شغل تربوا في جو عائلي. جو عائلي سيدي شالي. ايوه هكذا موجودين يعني عندكم ان مامو اللي ما يعرف كيفاش النوريس مربيه. مربيه انتم شحال كان في الغرفه كنتوا في اسواس دراريا؟ 8 اطفال. هل كي تكون ام بيبي تدخل ديريكت ام حتى تلحق يعني السن تاع الدخول المدرسي؟ تدخل ديريكت هذيك يكون ام بيبي. انا دخلت 98. 98 في فيفري بدات ولا مارس 98؟ والشهرين هذوك وين كنت؟ ما عندكش معلومه؟ ما على باليش. يعني جيت الوجود انت ما بكش فيه جيت؟ ما على باليش. عندك الاسم تاع الام؟ عندي اسم الام. وعندك الاسم اللي سجلك؟ لاني قريت شهاده الميلاد ديالك، كان الشخص اللي سجلك. شكون هذاك الشخص؟ ما قدرتش تبحث؟ انت حاولت تبحث؟ حوس وقت الزبيط استازيال دا ما حبوش. ما كي قلت لهم الام تاعي ما يخافوا، ولا كابكش ما يدير. رحت البلديه تاع زيال دا كيف كيف. انا ما شفتش استاذ بمعنى الشهرين، يعني الشهرين وين كان؟ بالك كان بوبينيار يسموهم. هو المفروض راه زيد في 96 فيفري 96. ودخلت للسونتر في 98. بمعنى انه بعد عامين بعد سنتين. شيف كما قلت بعد عامين 98. ما عن بالي شهرين انا ما تباش الاحداث، يعني بعد سنتين مارس يعني كيبلغ في العمر. هل في المركز الطفوله المسعفه تاع الاسواس دراريه
هل كاين اطفالك ما نقولوا يعني لي نوفو لي غير زادوا داهم ام يجوا بعد عامين باش يجوا بعد عامين ثلاث سنين هكا باش يجوا؟ ندير في هذه الحاله كان مراكز ربما كان مراكز اللي تتكفل بالطفوله هذه قبل ما يروحوا للمركز تاع اسواس دراري اكيد بلكش ما كان في كاش مركز ولا كان بيبينيار كان مراكز تاع البيبينيار اللي ما عرفت على الاطفال هذو يسلموه الاسواس دراري المفروض كذاك. عبد الرؤوف سنتين دخل المركز أزواج دراريا الحق السن القانوني للدراسة دخل تقرأ دخلت قهاية عادي عادي ل 18 سنة ب 18 سنة كربيع متوسط حتى الربيع متوسط وفي الربيع متوسط كنت مازالك في المركز ولا خارج المركز؟ كنت في المركز. عبد الرؤوف هذا البرنامج برنامج تاعك والحكاية حكايتك والقصة قصتك احنا ماذا بينا من خلال هذا الفضاء حبينا ندك عينة من احنا حتى الوالدة ربي راهي عايشة ربي طولها في عمرها ولا راهي ميتة ربي يرحمها وقع اللي وقع ربما ضحية هي ربما ضحية وكان في بعض الأحيان يا أستاذ ربما هذه الأم مريضة ربما الأمور موجودة حتى في الشوارع يعني بعد حسن فيما يخص الحالات هذه تاع مجهولي النسب. نعم سبق وان قلنا في الحصة اللي نعم. جاو فيها تاع استواز دراريا مجهول النسب ليس بالضرورة أن يكون ضحية خطأ موش بالضرورة لأنه قادر يكون مجهول النسب واحد يتزوج بالفاتحة مع امرأة شرعا راهو زواج صحيح ولكن اداريا ماهوش مسجل اداريا الزواج وبالتالي ويقع مشاكل بيناتهم ينفصلوا وما يعترفش بالولد هذاك راح يعتبر مجهول النسب. لكن ينجم كان بعض الاحيان الحالات من الناحيه الاداريه بعض الحالات ان كان بعض الاطفال اللي ما كانش عقد الاداري لكن يسجل باسم الاب لان الاب يروح يسجل للابن هذا باللي راه وليده بالرغم ما كانش العقد الاداري. لا حسن في الحالات هذه في هذه الحاله او عن طريق وكيل الجمهوريه لا لازم يثبت الزواج تاعو. نعم يثبت الزواج اذا كان الزواج لا الزواج العرفي هي في حال الزواج العرفي يثبت الزواج العرفي من بعد دير الحق النسب للابن للابن باش يديروا على اللقب العائلي تاعو. نعم المهم لكن كان بعض العينه لربما باش الاخر او ربما عايش كان بعض يعني في الشوارع موجود بعض الفتيات اللي مراد فتيات ربما قاعدين في الشوارع مرات كذا يعني يجيبوا اطفال والمصالح المعنيه تاع كل ولايه للمديريه الشؤون الاجتماعيه لاداس هما يتكفلوا بهذوك الاطفال يعني ما يعطوهم لهمش لان الفتيات موجودين لان كاين ناس ربي هذه مخلق على كل حال. أكيد. المهم تاع محرؤوف انت ما على بالكش الام ديالك شكونها لكن نظن مانيش بما ان الاسم الام موجود في شهاده الميلاد والطفل مسجل رؤوف مسجل باسم يماك حسب المعلومات اللي عندنا اذا الام ايش من ربما فيما يخص بيان الولاده لانه الام لما تروح تنقل للمستشفى نعم واثناء الولاده تاعها يطلبوا منها بطاقه التعريف الوطنيه تاعها. نعم لما يزيد المولود يعطى حق الاختيار يحطوا اسم الام. نعم. لانه ما الاب ما كانش يحطوا اسم الام في بيان الولاده من بعد المستشفى واش يدير بيان الولاده يسلم البيان هذاك للبلديه ضابط الحاله المدنيه هو الملزم باش يسجلوا في باش يدير له شهاده ميلاد. المتع عندك شهاده ميلاد مانيش عارف انا حبيت تحكي لها طفوله تاع رؤوف باش الناس اللي ربما امثال رؤوف طفوله تاع رؤوف حاليا انت رؤوف كيفاش طفولتك مرت؟ طفولتي جالس نورمال عادية زي يقول لك بلا أم شو الطفل بلا يدين. أنا عندي أصحابي يماهم يحبوني قاع كبر ما دوكاناني عايش مع صاحبي. نعم يماه دارتني شغل وليدها ادخل دارهم عايش معها في دارهم عايش دوكاني معاهم دوكاني عايش معاهم عندي صحابي سمعتي كيماهم يشتوني. والاطفال اللي كانوا معك في مركز الطفوله المسعفه يعني كيفاش حالتكم؟ لان المصطلحات تسموا خوتي مع ماشي الخوه. دوك واحد تربى معايا 18 سنه حنقول له خويا. نقول له صاحبي لا حنقول له خويا تربينا شغل كيف. رينا كيف لعبنا كيف ديرنا صحاب كاع كيف. خاوه. وعلاقتك مع التلاميذ اللي يقراوا معكم في المدرسه لان في الاسواس دراريا الشيء اللي معروف. ان الاطفال اللي موجودين في المركز
يعني عايشين جو عائلي، يعني الوظيفه تاع المركز يعني تروحوا تقراوا في المسجد عادي مع الاطفال العاديين، تخرجوا من الغرفه تدخلوا للمركز. كيفاش كان عايش رؤوف هذيك الوضعيه؟ لان تختلف، انت طفل يروح لدارهم وانت كي تخرج تولي الاسواس، يعني تولي الاسواس في المركز. بلا ام شغل يد قفة بلا يدين. جوزها نورمال بصح كاين اللي كي تفكر شغل ما كاش الام حاجه واحده اخرى. بالك الام ديالك هتشاهد في البرنامج. ممكن. ممكن. هذه دنيا ما ادريش بالك، خاصه الاسم اللي ذكرناه. واش تقول لها رؤوف هاي الكاميرا ديالك؟ حاب نشوفك هذا معك. كلها رؤوف بالك تأثر فيها. حاب نشوفها هذا معك. بقول لها بنشوفك من غير تشوفها، وصلها كلمات يا رؤوف، تكلم معاها. انا ما نحبها بلا ما نعرفها بلا ما نشوف. وباباك اللي خلى رؤوف هذه الوضعيه، يعني هذا الاب هذا اللي ربما هو راه يشوف ويعرف هذه المراه شكون، يعرف الاسم شكون، ماشي غير الام حتى الاب. واش تقول باباك؟ حتى الباباك هذا اللي كان ربما سبب في وجود رؤوف، وكان الاف الاطفال اللي كما انت رؤوف على بالي، كان الاف غير اللي كانوا بالك انتم تربيتوا في مركز هكذا. خويا استاذ محمد تربيتوا في مركز، ربما قريتوا، ربما رباكم تربيه ما شاء الله، لكن كان بعض الاطفال تربوا في الشوارع ما نقولوش مراكز. يا صح. واش تقول هذا الاب؟ الامثال لهذا الاب؟ ربي يهداه ويجي يستعرف بيا. انا راني بازي على يما من الاخر. لان قصه الام قصه اخرى ربما في الجزء الثاني احنا وصلوا له. خدام الان رؤوف تاع. خدام. والله من خلالك انت يا رؤوف ربما خاصه الشباب. نقصد فئة من الشباب اللي ربما مر قصة تاع الأخت ناظرة يا أستاذ، تذكر الإبن ديالها ربما عنده مشكلة تاع مخدرات وكذا. طفيل ما شاء الله تربى كما تربى في مركز طفولة مسعفة، ما ترباش عند يماه وباباه، ما ترباش كذا، لكن إنسان خدام، إنسان ربما شاقي على حياته اليومية. لكن أنتم الشباب خاصة الشباب اللي عنده يماه وعنده باباه، هو يبكي على جري يماه. رؤوف توحش ما شافش ما عمره ما شافها، شفتها رؤوف يما كتا في يوم من الايام. بالك دوك تجوز قدامك ما تعرفهاش. كهرب طلعت نخدم انا طونسوار، كهرب تطلع معايا في الكار ما نعرفهاش. ما تقدرش تعرفها، مي باب اللي هي. على بالي. واش تقول للشباب اللي يماه عنده يتعب فيها، يماه معاه ويمرض فيها. ربي يهداه. ربي يهداه، ربي يكافيها ان شاء الله. ما لازم يعيش يماه. كلش كلش ولي مات. كلش كلش وليمات ان شاء الله يا ربي خلال هذا ان شاء الله الام راهي تتابع في البرنامج. حسنا انا عندي سؤال فقط. تفضل استاذ. تفضل استاذ. فيما يخص ما سعيتش باش تشوف بين الولاده تاعك في المستشفى اللي زدت فيه. رحت كي قلت لهم الام، قلت لهم بغيت لهم شات ميله تاعك لزيالده في رمضان هذا لزيالده، قلت لهم زايد في زيالده، قلت لهم ما عنديش معلومات على الام. شو اللي خافوا يقول لك ما عنديش ما نعرفش جديد انا. بس عندك الطرق اللي تقدر تجيب بها. عندك طرق، تروح تدير امر رئيس المحكمه يعين لك محضر قضائي يتنقل للمستشفى. المحضر القضائي هو اللي يحرر محضر على بين الولاده بناء على محضر وعلى نسخه من بين الولاده، وتعرف الـ 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 الاسم واللقب تاع الوالده تاعك. لا هو عنده الاسم واللقب تاع الوالده. عندك شهاده الميلاد؟ عندنا شهاده الميلاد. لا عنده الاسم واللقب تاع الوالده. لا داعي، اسمح لي المخرج ربما اوقف بدون لقب. بمعنى انه لا داعي لذكر بمعنى انه شهاده الميلاد، لان اول كي زاد تكتب باسم الام، عنده اسم الام. ايه بمعنى انه يعرف يماه. لكن وين راهي الام؟ لا اسمح لي حسن، كي نقول باغ اكزومبل يعرف يماه معناتها الام معلومه
الاسم واللقب عندك تاع الام مش مجهول. مجهول ولكن عنده طول. اسم الاسم الاب غير اللي غير موجود ولكن نعم. من لان هذه الام حاليا ممكن عودت حياتها اكيد وربما راكتها ادرى احسن بالامور احسن مني. هل هو سعى باش يبحث على هذه المعلومات؟ لا مش نتكلم على المستشفى. المستشفى راح يعطي له الاسم واللقب اللي راه مكتوب في شهاده الميلاد وبالتالي عنده حتى معنى بين الولاده هذاك عنده حتى معنى لانه في انظر سمح لي استاذ ما فيش في جدال بعد بصح الام هذه الام عندما تدخل للمستشفى باش تزيد نعم كانت على المدير الشؤون الاجتماعية تاع المستشفى راهي حطت المعلومات ديالها باللي فلانة ابنة فلان كذا دخلت بتال دات ووضعت الطفل سمية كذا ووافقت أن الطفل يتسجل باسمها وربي يعلم ربما الأمور هكذا لكن المستشفى لأن هذه الأم هذه في 98 حوالي 28 سنة ممكن هي تزوجت ممكن عندها عائلة ممكن السر تاع رؤوف هي بقلي على بالها باك العائلة نتاعها ما على بالهاش ممكن أفراد من العائلة اللي على بالهم قصة ديالها باك الأب الخاوة ماشي باك الأم عايشة حياتها لو يظهر رؤوف في حياتها هاو الإشكال وراه لو يظهر رؤوف في حياتها ممكن يخلق لها مشكل واحد آخر أكيد حسن مع الزوجة كانت زوجة ودارت عائلة خلق لها مشكل لكن ويذنب رؤوف ها واش ذنبه هذا الشاب هذا واش ذنبه يا إما هي يا إما باباه في كلتا الحالتين حسن في كلتا الحالتين درك الام راهي تزوجت وعاشت حياتها هذا الانسان هذا درك هو يحوس على الوالده تاعو بمعنى انه عارف روحه باللي راح يدير لها مشكل دابري واش يشوف حسن انه مام لو كان راح يسعى ويصيب العنوان تاعها اكيد راح يوقع لها مشكل معه وبالتالي انا من رايي الخاص انه يفيتي والله اعلم إذن مشاهدينا مشاهداتنا هذا الجزء الأول من برنامج سلي همومك كما قلنا لكم اللي حب يشارك في البرنامج أو عنده قصة بغي يحكيها أو عنده هم من هموم الدنيا هذا الفضاء منكم وإليكم رقم الهاتف الواتساب الفايبر كذلك صفحة البرنامج عن طريق الفيسبوك رقم الهاتف الموجود أسفل الشاشة هو خاص لطرح القضايا وليس للمشاركة في البرنامج إذن ما تزبوش مشاهدين الأفاضل سنعود بعد الفاصل مرحبا بكم مشاهدينا مشاهداتنا مرة أخرى لبرنامج سلي همومك وللجزء الثاني إذن مشاهدينا اللي حاب يشارك معنا في البرنامج وليس للاتصال بنا هنا على المباشر ولكن لطرح القضايا عندنا رقم الهاتف في نفس الوقت الرقم هذا فيه الواتساب الفايبر وكذلك صفحة البرنامج عن طريق الفيسبوك سلي همومك سلي همومك نرحب دائما بالمستشار القانوني للبرنامج الأستاذ محمد بوخلفة مرسى الخير أستاذ مرة أخرى ونشكرك لك دائما حاضر معنا إذن كما جاز في الجزء الأول قصة عبد الرؤوف عشايبو عبد الرؤوف عشايبو من مواليد 10 فيفري 1996 بزيرالدا عنده في عمره 28 سنة تربى وكبر في أسواس دراريا ما يعرف بطفل مجهول النسب ولكن كيفاش يقولوا أقل شيء عنده معلومة أنه يعرف يماه الاسم تاع يماه لأن الطفل كيزاد سجل باسم الوالدة ما ندخلوش الاسم الوالدة لأن شهادة الميلاد موجودة ومكان الإقامة نتاعها يعني البلدية التي تقيم بها موجودة في شهادة الميلاد ولكن احنا باش نحافظوا على هذه الأسرة للأم لربما لظروف ما لقينا القاروح عبد الرؤوف موجود في هذه الدنيا عبد الرؤوف تربيت كما في الجزء الأول في الأسواس دراريا عبد الرؤوف كبر اليوم الحمد لله عبد الرؤوف يعني في عمرك 28 سنة نحمد ربي لأنك الحمد لله يعني ما نحارفش ولا لا أستاذ ربما أستاذك مختص في الميدان أحسن مني عبد الرؤوف له لا مدمن مخدرات لا 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 مدغن حبوب مهلوسة الحمد لله إنسان خدام إلى درجة أن عبد الرؤوف في يوم من الأيام تزوج عبد الرؤوف دار مرة تزوجت دار تمام وحاليا المراه هذه وين راهي؟ هي في دارهم. اسم الزوج عايش معهم في دارهم ولا كيفاه؟ لا هي في دارهم خلاص طلقت.
طلق تزوج وطلق. هضرت لي في يما قلت لها يما خط احمر ما تهضريليش عليها. بلا ما تعرفها؟ بلا ما نعرفها. قلت لها انا يما كلش يما. قلت لها يما خط احمر. هضرت لي كلمه جرحت لي لي سونتيمون. قلت لها انت بارا وخير. مش قالت لك؟ اذا كانت كلمه يعني قالت لي كيفاش تخمم في وحده جابتك ورماتك؟ انت كي تخبتي لي لي سونتيمون تاعي كاع. سمعتك الكلمة هذه خدمت لي على ايامات يومين فاش تكاكي فاش تهضر هي لما بتقول لي راني هنا ما تقوليش كيفاش تخمم في وحده جابتك ورماتك. طلبت سماح قلت لها انا نسامحك يكونوا عندي دراري نكون ساعة ناقصاكش ما ندير لك نتفكر الكلمة هذه. يعني مش حكون مهني معك. وانت كي خطبت على بالهم بال كيفاش راح يخطب انت يا شكون اللي دا خطب لك؟ اديت يمات صاحبي هي اللي خطبت لك اللي عشت عندها ونشكرها باينه. ايه هي في مقام الوالده. ايه في مقام ودايرها كيما وكلش. ربي يهدى ربي يجازيها. ما شاء الله يا ربي. وعلى بالهم بسيتي بعد قالت لي كلمة هذه سمعتك ما قدرت قلت لها خير ما ندير لك حاجه عيا. وعلاش قبلتي ورضيتي بيا وانت على بالك بلي انا مجهول يعني ما يما زدت بوضعيتي هذه اللي زدتها وعلاش رضيتي بيا؟ علاش قبلتي؟ انت هذه كيفاش نتايا؟ داير يماك هي الاولى وما تعرفهاش ما حبتهاش. معليش استاذ انا نحبك نشتيك بزاف استاذ. تا كي تسمع القصه استاذ اسمح لي يا ما مليت تشويق للمشاهد حتى الناس اللي حاضرين في البلاطو ربما انا كنت قصرت مع عبد الرؤوف يعني لعبت لك الحيله اسما ديت المعلومه وانت ما كانشك عندي حتى معلومه. شد الدهازر كما جيتي ما ديت معلومه. كي تسمع انت قصه من هذا النوع ان رؤوف تزوج مع وحده دا يما صاحبه خطبتها له درتوا عرس. درت عرس الحمد لله. العاد الزواج شحال دم دام لمده الزواج؟ 50 يوم. 50 يوم. قالت له كيفاش تحوس على مراه اللي لاحتك وبغير كلمات اخرى وغماتك. بغير كلمات اخرى ما ندخلوش في التفاصيل. نوع المراه هذه كيفاش تتصورها منتها استاذ؟ يعني بمعنى هذه الفتاه عندها يماها وباباها وجاوا هكذا خطبوها تفهم هذا واش تفهم من مفهوم؟ لو اقول لك يا استاذي ويا مشاهدين الافاضل الحضور يعني في البلاطو التقنيين كذا انها نفس المشكله تاع رؤوف نفس لو ميم كا اسك لو ميم كا لان هي ثاني ربما ما تعرفش باباها ولا القصه تاعها كيفاش طفله. الاب ما عندهاش مجهوله نفسها. نسيتش نسقسيها قلت نسقسيها نجرح لها المشاعر تاعها نيفيتي ما نسقسيهاش. مجهوله النسب هي الاب ما عندهاش. الاب ويماها عندها يماها بمعنى عندها يماها يماها ما خلاتهاش. ماشي سيباري ماشي سيباري لا ما إيه؟ تعرفش بابا الوالده تاعها يعني نفس الوضعيه. الفرق اللي بيناتهم يا استاذ ان عبد الرؤوف ما يعرف لا يماه لا باباه لكن هي تعرف يماها تعرف يماها رباتها يماها بصح باباها شكون ومسجله على اسم يماها على يماها كيما نفس الوضعيه. واش راك في يعني مانيش عارف هذا الانسان كي اختار زوجه على باله الوضعيه ديالو هكذا رؤوف لما انت اللي تتكلم يعني اخترت امراه نفس الوضعيه ديالك. قلت ندير وحده كيما انا من المفروض هي تحس بيه اكثر من وحده اخرى. من المفروض من المفروض من المفروض انها هي تحس بيك اكثر من اي وحده. وسيت خممت نفك سقسيها على باباها قلت لها لا نفيتي كما ما يعجبهاش الحال نتقبلها المشاعر تاعها قلت لها غير ما نسقسيها نبداو حياه جديده. قالت لي هذه كلمه قلت لها صيبه ما كان والو بيناتنا صافي. هذه الكلمه على جهرها جرح هذيك ربما ما نقدروش نعيشوك الوضعيه ما نقدروش نعيشو لا سيتياسيون ديالك ما نقدروش نعيش المشاعر ديالك لان انا مانيش عايش المشاعر ديالك. ربما كان بعض المشاهدين ربما عايشين الوضعيه تاع عبد الرؤوف. الكلمه هذه كيف ضراتك حبيت نحسها حبيت المشاهد يحس من خلالك انت حتى الناس اللي استعملوا هذه الجريمه يحسوا واش دايرين واش داروا في حياتهم. او تجرح الكلمه هذه كي سمعتها واش حسيت بها؟ خلاص شغل النار طفاها بالماء طفاش خلاص. هذيك الكلمه كي قالتها لي خلاص ما وليتش نخمم كاع فيها خلاص. عندي طفله سمعتك مادام قالت لي هكذا على يما. مش عارف عمرها هي عندها 26 ماشي صغيره اللي ما تعرفش 26 ولا شي. وكان جات صغيره نقولوا فيك داها صغيره هاي كبيره مادام قالت لي كلمه على يما كيما هذه غدوه من غدوه حاجه واحده اخرى غدوه من غدوه كبر من القايم ماكش ما دير لي حاجه هي دير لها حاجه هي انا. وقبلها بخمس ايام قبل ما تقول لي الكلمه هذه قلت لها يما هي كلش ما عنديش بصح ما تهضريليش عليها ما شفتهاش بصح نحبها. ايه
ما اشتاش ونحبها. كيفاش هاي راؤوف يعني؟ والله حبيت مانيش عارف لأول مرة يا أستاذ ربما عجزت على تنشيط هذا العدد تصدقني بالله، لأن الوضعيات هادو وضعية صعبة، وضعية صعبة حسن، لأنه راهو محروم من جهتين، محروم من الأب ومحروم من الأم، والحرمان تاع الأم والأب راهو ماهوش سهل، وكأنه الإنسان في الدنيا هذه يسيب روحه وحده، ما يتزوج ما كذا بلا والدين ما كاين والو، يحس روحه وحده في الله. فما بالك الإنسان عنده يماه وباباه ومرمدهم، هذاك هو حدث ولا حرج، هذاك ربي يهديه إن شاء الله. قالت له كلمة على يماه طلق مرته ولا كلمة ونحن كذلك نلوم الأم ونلوم الأب، لأن أنت ما عندك ذنب رؤوف، أنت ما عندك ذنب، يعني أنت كذلك في نظر العائلة تاع الأم انت مشكله في حياتها، بالك هي راهي لليوم بالك ما يشترقد بالك يا بالك تشوف البرنامج ممكن ربما مانيش عارف عايشه واحد الوضعيه ما هي تكبدتها يا رؤوف، ما تقولش بلي من السهل انها تنزلت عليك، من السهل انها سمحت فيك، وممكن كان بعض العائلات كي تطلق الطفله ولا ما طلق لها ودي واحد المصطلح ترمي له زبله، يعني طلقك ما تجيبيلوش الدراري يعطيهم له، هو يقول ما نسحقش الدراري، وكان هاد الاطفال مانيش عارف كان الناس ما عندهمش نعمة الناس اللي ما عندهمش ولادهم، كان الناس تلحق حتى للمراكز باش تجيب أطفال تربيها، وناس هاي وشاية توسيل الأطفال، لأن اليوم راك في عمرك 28 سنة أستاذ محمد. والله حسن وش راح نقول لك، الحالة الوضعيات هذه صعبة جدا، وباش نعبروا بلا ما عايشين الشيء اللي راه عايشه هو مش من سهل حسن، مش سهل، مش سهل، انه للاسف للاسف في بعض الاحيان انه الشخص الاشخاص اللي كيما هاك يكونوا ضحايا تاع ضحايا الوالدين وضحايا المجتمع، حتى المجتمع ماهوش سهل حسن من ناحيه المجتمع او صعيب بزاف، ربما فلربما حتى باش يضبطي في المجتمع صعيب عليه. رؤوف واتس هاوس اليوم راك في البرنامج، الفضاء راهو ليك، نداء اللي حبيت توجهه للأم وللأب، ربما كنت تذكر الاسم حتى الأب ربما يعرف الاسم، شنو نوجه نداء؟ انت هو السحق، انت جيت اليوم لهذا البرنامج سلي همومك، عندك هم واتس حق رؤوف، ايش السحق؟ حاب نشوف يمه ولاي معاودة حياتها، نشوفها ربي يهنيها، هذا ما كان هذا واش نحوس. وباباك واش تقول الأب؟ الأب ربي يهديها إن شاء الله. هذا ما كان إلا بات الأم لازم يبان الأب، هتقول لك هو في تال بيرسون هذا الإنسان هو باباك. آمين. هتجي إن شاء الله باك. إذا ما تجي. إذا ما تجي. على أجلان. هاي طلع. أنا من والله هاوليك أنا هذه سوي عليك ربما، ولعلمك أن البرنامج يبث بالخميس ويبقى مدة أسبوع، ونفس البرنامج يعني القصة تبقى الدور يعني ما تتوقفش. مانيش عارف اذا ذكرنا الاسم ديالها ممكن يكون فيها اشكال يعني، لا 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 استاذ لا داعي لذكر الاسم تاع الام، لا غالب لاننا ما نحبوش نادو ناس. كي قلت 10 في فيري سماتيك باينات، نعم كي تقول كي قلت 10 في فيري 96 باينات، تكون وحده اللي تكون جابت ولد فيها 96 10 في فيري. كنشوف الحصه نعم، مهما السنوات هذه اللي مروا 26 28 سنه يكون عندها احساس، هي عايشه لا عايش الهم هذا المشكل، لا لما تشوفه يكون عندها الاحساس باللي هذا وليدها، اذا شفت الحصه وتشوفه يعود عندها الاحساس باللي وليدها،
هذه من طبيعه من طبيعه الام. وممكن راهي قاعده تحوس على البرامج من هذا النوع، راهي تزاف في بالك في يوم من الايام يجي وليدي يبحث عليا، لان حتى الاسم اسمه عبد الرؤوف. نعم. ها رؤوف هذا ليك الفضاء، هاي الكاميرا واش حبيت تقول؟ قول احنا واش حبيت نشوفك ولا عاود تحياتك ولا كي كونتاكتي جد وحسن نشوفك وربي يهنيك في حياتك. هاو الرقم موجود، هاو الرقم اللي هاو الرقم موجود قدامك، تتصل بينا بالبرنامج وممكن بالك لظروف المنافع تبعث لنا رساله قصيره، ولو كان ولو كان تشوفها وتروح يعني نشوفها ونروح. اذا عاودت حياتها نشوفها ونروح، ماذا بيا دراري اللي راهي اذا انت عاودت حياتها وعندها دراري الاولاد هذوك خاوتك مدي شي ما تفرقش العائله على جالي انا، خلاص انا مجوز انا راني كبير الحمد لله نعرف صلاحي راني راجل الحمد لله، باش الدراري هذوك ما يعاودوش غلطه على جالي انا. نشوفك ولا عاودت حياتك ربي يهنيك ان شاء الله وربي يفرحك في حياتك. وهي راهي موجوده في الجزائر، وحتى الاب ديالك هذا الاب راه موجود، يعني تبدا تمشي في الطريق كل واحد تقول بالك هذا خويا وهذه اختي، ماهيش حاجه سهله. بالك هذه المخلوقه اللي تزوجت بها بالك نفس الشخص. لا لا استاذ ممكن هي مجهوله الناس، مجهوله الناس من جانب الاب. شوف الجريمه اللي مديروا هاد الناس استاذ، شنو الجريمه؟ لانه قادر يختلط الناس من بعد. شكون يتحمل المسؤوليه عند ربي ولا شكون يتحمل المسؤوليه؟ شكون الاب؟ شكون يتحمل المسؤوليه هذه؟ شكون يخسر؟ دوك مثلا انت مثلا هذه الطفله احنا كمثال على كل حال، هذه الطفله مجهوله الناس من طرف الاب اللي كنت متزوج بها. صح تعرف يماها، بصح هذا الاب هذا ممكن عنده سوابق من هذا النوع اللي يقدر يدير مع الوالده ديالك، قادر يدير مع ناس واحد اخرين. شفت الجريمه اللي فيها الناس تقصرها باللي عندها هين الامر على بالهم هين، لكن عندها ربي عظيم. خذوا شويه حاجه نورمال يعني عادي سي بون سا باس بيان، يا انتيك يا سي بون كبرت عشت حياتي تزوجت درت مراه درت دراري تزوجتي درتي مراه لكن هذا الجان هذا الشاب هذا ما عندك وغر ما يقدر يعيش حياته، مانيش عارف كيف بالك حتى الاسم ديالو يمشي ما في الباسبور ديالو في شهاده الميلاد ديالو في ليكسرنيسونس ديالو في امور، دائما عنده حاجه ناقصه. شكون يتحمل هذه المسؤوليه هذه؟ مانيش عارف، انا حبيتك تتهضر يا رؤوف، انا ما عشت عشتك، انا ما نقدرش نوصل الرساله كما توصلها انت رؤوف، انا حبك انت هذا الفضاء ديالك انت يعني من خلال اللي كما صارت لي ماكني كان بزاف انتم تقولهم خاوتنا في المركز هذوك خاوتك كان بزاف ربما هذوك تربيتو في المركز هم خاوتك، لكن كان بزاف راهم برا في الشارع. علاه الامور هذه الموقوعه موجوده في مجتمع مسلم يا سبحان الله في مجتمع مسلم؟ رؤوف انت راك 120 سنه كاين بزاف كيما انت يا رؤوف، بالك انت اليوم راك لاباس بك خدام ولقيت الناس الاسره تاويك بصح واش حل مؤقت علاقه يا عباد وخدام والحمد لله. انا نروح الحي اللي راني نضو فيها انا الحمد لله كاع يعرفوني وكاع يعرفوني بني عاقل وليت فاميليا ونورمال وانت مادام بنادم يدخلك لدارهم في وسط العائله تاعو بعدا في كونفيونس يخلي لك المفتاح تاع دارهم دار فيك الكونفيونس، وكما شافنيش عاقل وليد فاميليا واحد ما يخليني ندخل دارهم الحمد لله كاع عندي ما تصحابي تقول لي تعيط واش راك ما تجيش اروح للدار اروح تعشى اروح تريح. عندي صحابي سماتيك اللي عمالو بني انتيك وكابر شغل معاهم كابر في وسط العائله تاعهم كاع نوصلهم نداء ونحييهم مقراني وكيسيره تاع دراري هادو سماتيك نحاولي بزاف من قلبي حسن استاذ. ربما او قال واحد المصطلح عاقل وليد فاميليا الحمد لله. شوف سبحان الله حتى من ناحيه التربيه حشم. لا من ناحيه التربيه وسيده مجهول النسب قال لك عاقل وليد فاميليا بمعنى التربيه هذه ماهيش بالضروره انك تكون معلوم من الناس كما يقولوا الناس بكري مربي من عند ربي التربيه هذه من عند ربي ليس بالضروره يورثها من المفروض بالك من المفروض وليد فاميليا ولو ان الفاميليا ما يقدرش يعرفها لكن اصول ديالو لكن هذا الاب اللي كان سبب في وجود هذا الشاب
ربما من الفاميليا هذيك جا في وصف فاميليا فوس نوت. اكيد. المهم استاذي نشكرك انك العفو حسن، العفو ان البرنامج ما كانش اجتماعي اكثر من يعني اليوم رؤوف، ربما انا في نهايه البرنامج وصدقني بالله دي لا الا اول مره اعجز على تنشيط هذا العدد، صدقني بالله لانك انت انسان مربي بزاف الله يعافيك، حتى المركز يعني لان اغلبيه تاع الشباب تاع المراكز تاع الاسواس الاغلبيه كاع من الفئه تاع، ربما كاين الشباب اللي راحوا نحارفوا لكن الاغلبيه يا اما من البنات ولا من الكره، ما شاء الله عليكم يعني المركز هذاك يعني ربما ما شاء الله اطفال اليوم رؤوف. هاي الكاميرا نقولوا الكلام الاول اللي قلته، هاد الام وهاد الاب قول لهم واش حبيت ترك ليك؟ حبيت نشوفكم انا معك، نشوفكم ونشوفكم هذا واش راني حاب، العبسة اللي حابها في حياتي نشوفكم هذا معك. وممكن الام اللي ربما من خلال الاسم تجب تعرفك واش تقول لها، نعاود نوصلوا لها الرساله اللي قلنا عليها في بدايه البرنامج. فهمتك. الام الوالده واش تقول لها؟ العبسة اللي انا متمنيها في حياتي نشوفك هذا معك ونحبك بلا ما شتك نحبك. كتشوف هذا بها جات الام ديالك واش دير لها؟ سلمى على عزا سلم العلاقة صعبين. أنا حبت عن قيني الله بيطول فيها ما إن شاء الله. من أوراها عايشة ولك الفارقة هذه الدنيا ربي رحمة وسهلة، لأنا مشي ضم ضمها ما هيش وحدها في المشكله، ربما احنا نحوسوا على الام لكن كان تلك هاد الامور كان حتى الاب يعني رؤوف كيشوف وحده مع طفل مع يماه، كيف انا كنت صغير تشوف وحده مع يماه دراري كما كنتوا تقراوا بكري تخرجوا من الاسواس دراريه تخرجوا الاطفال كانوا يجوا يستناهم والديهم وانتم تخرجوا من المسيد، واش كان يحس رؤوف هذاك الوقت يعني باش تخلي يماك تحس واش كان يحس رؤوفنا كان يقرا في الابتدائي حتى دخل المركز كانت لاكراش يعني كان الروضه دخل المركز نذكر كان الروضه وجو حتى الاولياء تاع الاطفال يجوا يدوا ولادهم في انجور لنهايه اليوم. احساس تحب تبين بني راك نورمال بصح في قلبك ماكش نورمال، تحب تبين بني تاعك تبارك عادي باش ما تبينش نقطه الضعف تاعك بصح في قلبك ماكش عندك يكذب عليك الكاذب. كيف ماكش عادي كيفاش؟ كيما كاش يماك بينما منقوس عفايس ماشي عبس عفايس. بالرغم هذاك الجنان اللي كان عندكم في المركز، بالرغم هذيك الامبيونس اللي كانت في 10 اطفال تلعبوا بيناتكم، بالرغم هذيك الماكله اللي تحطوها في 10 وتاكلوا، بالرغم هذا الشيء يعني ما كيما يقول لك تاع الام كاسبيسيان، تاع الام الحقيقيه كاسبيسيان. لم يعشتوا حبيت تعيشوا ربي يفرج عليك رؤوف ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كل واحده وشاهد في البرنامج ان شاء الله يا رب تظهر هذه الام ان شاء الله. ولا حبت يعني تتواصل الام هذه حبت تتواصل مع الابن ديالها ها هو رقم الهاتف، ولو ربما تتاثر ظروف ما ممكن زميلنا اللي متكلم بالمكالمات الهاتفيه ربما ما يرفدش وكذا لظروف خاصه، ولو كان بعثي رساله نصيه عن طريق الواتساب ولا عن طريق صفحه البرنامج على الفيسبوك او عن طريق الهاتف ها هو الرقم موجود اسفل الشاشه. عبد الرؤوف قلت تحب تزيد قول رؤوف راه يقول يماه من خلال قالها توحشتني عنقيني وروحي الله في الحياة إن شاء الله، حتى الأب حتى الأب اللي ربما من خلال تنجم يعرف نتمنى إن شاء الله ربي يبانوا الوالدين إن شاء الله يا رب إن شاء الله. إذا رؤوف نقول من جميع بعد عنده ما يتهلا فيها هذا إن شاء الله، قول لهم يسحقوها بزاف هذه الكلمة هذه يسحقوها بزاف يما باينة يتهلا فيها فوق اللازم لازم وبلا مزيتها الوالدين بصفة عامة يا يعني إما أم كانت يا يعني إما أب
باينه هو ما كلش. نقول لك حاجه سي رؤوف، ربما لاول مره في برنامج سلي همومك راح نقولها. عبا كل الانسان ربما يرى استاذ محمد الانسان اللي فقد الام اللي توفى يماه وروح يدفنها ويولي أباك باللي فكره مخه داخل مخه ما يهمش باللي ماتت، يتصور في أي لحظة ممكن تجي يماه. المستحيل يتفكرها باللي هاد الأم توفات، لأن هاد الأم أنت منها وهي منك. ما مخك ما يقبلهاش، ربما كل واحد وشاهد في البرنامج، خاصة مش بمعنى غير الأم حتى الأب، لكن الأم الإنسان كي يدفن أي واحد وفات له يماه يقول لك ندخل للدار يقول لك تخرج يماه دوك تجي على غيرها مدة سنين وسنين، يعني المخ تاع بنادم ما يتقبلش أن هذه الأم توفات، فما بالك لي ما عايشة وباباه عايش ونشرب لهم المرار. هذا اللي نقول لربي يهديها إن شاء الله. مش غير يتكاكا ماشي حتى يروحوا باش يتكاكا، حاجة يفوتوا راحوا خلاص ما بقاش، لازم يتكاكا قبل ما يروح. ربي يهدينا كاع. أمين يا رب. شكرا رؤوف على الثقة اللي وضعتها في البرنامج. شكرا أستاذ محمد أبو خلفة، وأتمنى إن شاء الله يا رب من خلال الفضاء تبان الوالدة ديالك. ماهوش بمعنى تجي للبلاطو ونجوزوها وكذا، لا، ولكن يكون الاتصال بيناتكم. نتمنى إن شاء الله حتى رؤوف راه يقول اليماه المهم نشوفك، والله ما زيد تشوفيني، نشوفك وروحي. هكذا سي رؤوف. ان شاء الله تعالى نشكركم مشاهدينا، لكننا دائما نحب ندير في خلاصه القول في البرنامج، هذه عينه تاع شاب ما شافش يماه ولا يوم ولا ثانيه ولا دقيقه، جاء الى هذه الدنيا كما قلنا في بدايه البرنامج ماهوش ذنبه كي جا. جاء رؤوف بسبب امراه ورجل، الرجل ما تحملش المسؤوليه تاعو، المراه لظروف المجتمع لظروف عاداتنا وتقاليدنا خلت رؤوف في المستشفى، تسجل بالاسم تاع الام، راح لمراكز تاع الطفوله اللي نوفوني لابيبونيان، من ثم تحول الى مركز الطفوله المسعفه الاسوا زدراريا، اكبر تزوج، لكن المراحل تاع الحياه نتاعو تاع رؤوف في كلامه واش يقول، اللي عنده يماه وباباه يتهلا فيهم، وخاصه الام، خاصة الأم. ونخاطب كل واحد يتحمل مسؤول، لأن لا تنسى إما كانت امرأة أو رجل أننا سنفارق هذه الدنيا، لأننا سنفارق هذه الدنيا. عيش حياتك كما عشت، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. أيتها الأم، أيها الأب، أسألنا نهار اللي توقف بين يدي الله ويجي واحد كيما رؤوف وأمثال رؤوف، ضحايا لأمثال رؤوف، ويقول ربي سبحانه وتعالى يا رب اسأل هذا الأب واسأل هذه الأم أنهم جابوني لهذه الدنيا، هي دارت حياتها وهو دار حياته، لكن أنا اللي عانيت. شنو نقولوه تقول لها في أبنائنا. إذن مشاهدينا مشاهداتنا، ربي يحلي الهوال، ونتمنى إن شاء الله خونا رؤوف يلقى الوالدة ديالو وتعنقوا وتروح كما قال. إذا لنا موعد الأسبوع المقبل بحول الله تعالى، نفس التوقيت ونفس المحطة، القناة الوطنية تيفي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.